أوي. نفسي الورد ده يقول ولو جزء بسيط من اللي ملحقناش نقوله لبعض لما كنا لوحدنا. أشوفك الليلة. فرح، عجبك الورد؟ طارق اللي استلمه. كل اللي في الأوتيل عارفين إن هو خطيبي. متضايق؟ جدا. أنا آسف، مش ده اللي كنت عايزه يحصل خالص، أنا طلبته إنه يسلم لك في إيدك. شادي، أنا طلبت منك نستنى شوية. طلبت منك تديني شوية وقت. عشان طارق يعني؟ آه طبعًا عشان طارق. أنا وطارق من كام يوم كنا مخطوبين وبنجهز للجواز، صعب جدًا كل اللي بيحصل ده يحصل قدامه. إحنا لازم نخلي بالنا كويس جدًا. طارق شخص عزيز عليا جدا جدا. هو بيسخف عليا جدا جدا. طبيعي يا شادي، ده طبيعي. حط نفسك انت مكانه، عمرك ما هتستحمل ربع اللي هو استحمله. ليه يعني؟ قصدك ايه؟ بص يا شادي، ايا كان اللي احنا حاسينه احنا لازم نستنى شوية. اللي بيحصل ده لازم يقف. ممكن الزعيم؟ لا يعني ملاش حل تاني يعني. بس قلت لهم انا مش عايز تعملوا لي مشاكل مع الاستاذ عادل امام. يعني استاذ عادل امام طبعا على عيني وراسي هو الزعيم وكل حاجه، بس لو اتقارنا لو انا عملت كوميديا يعني، لا يعني اقدر اقول لك انا وعادل مدرستين مختلفتين تماما. وهنا بقى الصعوبه، ان انت الجمهور بتاعك الملايين اللي بيحبوك دول دايما منتظرين منك الاحسن، منتظرين منك هتعمل ايه جديد. ده غير المعجبين طبعا. ما تفكرينيش بقى. سيداتي سادتي، اهلا بكم في مباراه سخنه جدا لسه بادئه حالا وما فاتكوش فيها حاجه. وماجد بيشوط، انت قلت لي شغال في ايه يا وليد؟ كريم. دلال جابت معاها بابا بنت من اللي بتعلمهم رقص. مندوب مبيعات تقريبا او كده؟ لا انا قدامي كام حاجه ولسه بفاضل ما بينهم. قاتل يعني. وماجد بيشوط تاني حاجه زي كده. لا بص اقول لك حاجه، نصيحتي في السيتويشن زي كده قول انا فريلانسر، ما تقولش هي يعني، بس فريلانسر بتمشي احلى يعني. لا بس قصدي يعني انت قبل كده كنت ايه معاك ايه يعني؟ ماشي يا سيدي، انا كنت محترف في هولندا من 2012، لسه راجع مصر دلوقتي، بفكر اني اعتزل بقى واتجه للتدريب. ايه ده؟ انت كريم الخديوي؟ انت كنت بتلعب في اياكس مش كده؟ اه انا. وجون في ماجد طبعا. سوري انا ما خدتش بالي اول ما قلت، هو انت كريم الخديوي لعيب الكوره؟ اه بس عادي جدا، انا اتبسطت انك ما كنتش عارفاني اصلا. انت بقى جاي الغردقه اجازه ولا هنشوفك كتير؟ انا قاعد هنا بقالي فتره وبفكر لسه اقعد شويه كمان. لا بقى ده احنا ناخد سيلفي. شحاته، انا هشيل بتاع دي من على بقك عشان تعرف تاكل، بس اقسم بالله لو زعقت او طلع لك حس لهكتم نفسك تاني. جمبري. في ايش حته مالك؟ الاكل فيه جمبري. انت عندك حساسيه من الجمبري؟ طب ما تنيلتش قلت لي قبل ما تاكل. هو الغبي ده هيفهم يعني ايه بيتزا سي فود؟ طب هعمل ايه؟ هما الواد بيموت. احسن سيبيه يموت، بقيت من عند ربنا. ما تخافش يا شحيته، انا ماما عندها حساسيه زي اللي عندك بالظبط، هديك الحقنه وهتبقى كويس، ما تخافش. ماما فين الحقنه بتاعتك؟ مش فاكره. ماما خلاص، هاتي الحقنه فين؟ اهي. طب احذفيها لي. مش طايلاها. عيني يا خلف وجهك. قوم يا شحيته، قوم والنبي. والنبي يا شحيته قوم. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يبارك لك يا هانم. أنا كده كده كنت ناوي أرجع مصر بعد وفاة مامة مليكة. قررت إن مليكة أهم حاجة عندي في الدنيا دي كلها ومفيش حاجة تانية مهمة، وكنت لازم أفضل جنبها. أول ما عادي خلص رجعت، وبيتهيألي كده كفاية أوي غربة. بس غريبة يعني الصحافة ما قالتش إن النجم زيك في الغردقة. ما عشان كده أنا اخترت الغردقة، بعيد عن الدوشة والهيصة، عن حد يعاملك بطريقة أنت مش عايزها.
طريقه مختلفه، عايز اعيش حياتي شويه. وانا كمان على فكره بجد المعجبين بيبقى شيء مقلق، ازاي بيتعاملوا معاك انك إليان جاي من كوكب تاني يعني. بس انت لازم ترجع، خصوصا ان بيجي لك عروض كبيره قوي بره مصر. يا ستي انت مالك؟ ما هو راجل ادرى بقى بالكارير بتاعه ولا صح؟ مش عايز ابعد عن مليكه بنتي، انا مش متخيل اشوف بنتي بتكبر بعيد عن عيني واكون مبسوط. ربنا يخليها لك، مليكه فعلا بنوته جميله. تعرفنا على ناس جميلة قوي. ميرسي دوليا. ممكن معايا يا ماجد؟ فرح فرح استني يا فرح، انا بندهلك انت مش سامعاني؟ سوري ما سمعتش. طب وحد يسيب عيد ميلاد صاحبته ويمشي كده؟ عادي زهقت خرجت اتمشى شويه. طب انا شفتك وانت داخله وكنت فاكر انك هتيجي تسلمي عليا، انت ما شفتنيش يعني ولا ايه؟ شفتك شفتك بس انت كنت مشغول مع صحباتك، كنت بترقصوا كده ف ما حبيتش ازعجك. ازعجكوا قصدي. على فكره انا كنت برقص مع مارتينا صاحبتي عادي جدا. والله مارتينا؟ لا لو كده اوكي مفيش حاجه. طيب انا ماشي يا شادي، عايز حاجه؟ فرح هنفضل نمثل على بعض كده كتير؟ انا مش بمثل. انا شفتها في عينك امبارح شادي، في بني ادم انا لسه سايباه من كام يوم. خلاص سيب الشغل، سيب الشغل يا فرح ونتجوز المره دي، نتجوز بجد. ما هو مش طارق بس المشكله. ايه كمان المشكله؟ حاجات تانيه كتير. ايوه حاجات تانيه كتير. زي ايه؟ زي مثلا ان احنا بعد شويه هيبقى في بينا بيبي. افرض بقى حصل بينا مشاكل، ما ينفعش، لان احنا كده هنلخبط له حياته اكتر ما هي بدأ متلخبطه اصلا. يعني هو يا فرح عشان احتمال يبقى في بيننا مشاكل عايزه تحرمي البيبي ان هو يبقى في وسط ابوه وامه؟ بجد اللي هم اصلا بيحبوا بعض وعايزين يبقوا مع بعض، يعني هو ده الموضوع؟ نادين نادين مجنونه يا شادي، دي عملت فيك بلاغ وانت ما قربتلهاش، هتعمل فيا انا ايه؟ يا فرح كل اللي نادين عايزاه فلوس، وانا هعرف اتعامل معاها، سيبيها لي. كمان كمان انت من عالم تاني خالص غير العالم بتاعي. شرب بقى ورقص ومارتينا وكاترينا مين قال لك يا فرح ان انا عايز اكون جزء من العالم ده؟ انا عايز اكون اب وعايز اكون معاكي. فرح احنا ما عندناش وقت، كلها كام شهر والبيبي بقى في وسطنا، لو في اي وقت احنا المفروض نقرب فيه لبعض فهو دلوقتي. انا عايز ابننا يعيش حياه طبيعيه زيه زي اي طفل. انا عارف ان الوقت مش مناسب وعارف ان طارق مجروح، بس البيبي اهم واحنا اهم. انا هروح اجيب العربيه ومحدش هيعرف ان احنا خرجنا مع بعض. فرح فكرت دلوقتي انها لو خرجت ورا شادي تبقى عملت عكس كل اللي مقتنع بيه، عكس كل خطتها اللي ماشيه عليها بدقه، وعكس كل اللي حذرتها منه دلال. بس فعلا ما كانش قدامها وقت كتير. ولأول مرة في حياتها فرح قررت إنها تحط خطتها على جنب وتاخد المخاطرة. طب يا ترى مرك ممكن نتقابل لوحدينا لو أنت حابة؟ أنا حابة جدا جدا جدا. ليدا ليدا بقول لكم ايه، البيت اللي جت معايا في الحمام بترجع بقالها 10 دقايق وانا مأفور وعن تصوير بكره الصبح، انا عايز حد يوصلني يروحني البيت. ديدا وصليني ديدا وصليني عشان انا ممكن حد من المعجبين يترصدني ويسرقوني او يقتلوني اموت، والجمهور بتاعي هيزعل يا ديدا وهتتحملي انت مسؤوليه. طب خلاص خلاص هجيب لك عربيه توصلك. لا لا خلاص مفيش اي مشكله خالص، كده كده الوقت اتاخر وانا مضطر امشي عشان مليكه عندها مدرسه بكره الصبح. خلي بالك على نفسك. وانت كده تصبح على خير. انت من اهلك. باي. عندها مدرسه الصبح وانا عندي تصوير الصبح والبنت بترجع. اتفضل قدامي اتفضل قدامي اتفضل. بشويش بشويش
اخيرا شرفت انت وبنتك. ايه ده؟ اصل هو تعب شويه واحنا برا فقلت اجيبه هنا لغايه اما يفوق كده ويفوق وبعدين يبقى يمشي. يعني تعب ده ايه؟ ده سكران يا بنتي. انت ما خفتيش لحد من الجيران يشوفك وانت مجرجره اخر الليل كده؟ ما كانش في حد. وانت شعرفي جرايه يا ماما ده جوزي على فكره. الله، هو انا كل ما اكلم واحده فيكم تقول لي ده جوزي على فكره؟ انا ما بقتش عارفه انتوا متجوزين ولا مش متجوزين. جرايه ماما انت هتسيحنا في المكان ولا ايه؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي، وبعدين هو شويه وهيفوق. انا بس خفت عليه لا يتسرق ولا يغتصب ولا يجرى له حاجه، فقلت اجيبه كده لغايه اما يرتاح وبعدين يبقى يمشي. يعني حنينه يا روح امك، حنينه قوي. انا قرفت منكم بصراحه، مش عارفه اعمل ايه. امك مشت؟ مشت. ميرا انا اسف ان انا شربت كتير انا رجعت لسه. انا عملت اي حاجه ممكن اندم عليها بكره الصبح؟ لغايه دلوقتي لسه. دي ده طب حس كده انه بقى بايظه. دي ده انا عايز اقول لك انا ليه شربت كتير. انا ما بسكرش. واضح يا حبيبي واضح. بس انا شربت كتير لان انا غيران. انا غيران. ولما شفتك مع الجدع ده اللي هو كريم الحسيني اسمه ايه؟ الخديوي.